صحيح. هلا اكثر من 36 عام، لا اكثر، اكثر من هيك يعني، مش كثير دقيق 36 عام. الهزه بهالقوه يعني 7.8، بلكي اخر مره صارت بلبنان اكثر من 300-400 سنه. المهم هلا هي الهزه صارت بتركيا حوالي الساعه 3:18 دقيقه بتوقيت المحلي، قوتها كانت 7.8 على مقياس ريختر، وصحيح من الابعاد عن موقع الهزه حوالي 350 كيلومتر، ولكن هزه بهالقوه من الطبيعي انه نشعر فيها. نعم. وكثير اجينا اتصالات انه المواطنين طلعوا على الطريق من وراء هالهزه. هيدا التصرف هو تصرف جيد جدا، طبيعي، مفروض هيك نتصرف. نعم. بس نحس بهزه مفروض يعني نعمل هيك تصرف وننطر الارشادات مشان نشوف وين صارت الهزه، قد ايه قوتها، واذا فينا نرجع بيوتنا. نحن بهالموضوع طلعنا بيان، شرحنا وين صارت. نعم. وقلنا انه ما في داعي للهلع، وانه في العالم ترجع على بيوتها. هلا نعم. من وقت ما صار هالهزه لهلا صار في اكثر من 25-30 هزه، وهيدا شيء طبيعي لانه بعد قوه، بعد هزه بهالقوه بيصير في هزات. هي كل وحده منهم هزه، بس بنسميهم هزات ارتداديه لانه هم صاروا نتيجه لهالهزه القويه اللي صارت. نعم، يعني هلا لبنان عايش بعد هذه الهزه ارتدادات 30 تقريبا هزه او اكثر، ونحن يمكن ما حسينا فيهم حسب قوتهم. صح صح صح. نعم. اكيد يعني نحن، انا بس عم بقول لك بهالعدد عم بحكي شو سجلوا مخططنا. طبعا طبعا، بس بطبيعه الحال مش كلهم بحطوا فيهم العالم، بس هيدا بس لاكد انه اول شيء طبيعي يصير الهزات الارتداديه بعد هزه قويه، وانه ممكن يحسوا فيها العالم اذا كانت هالهزه شوي قويه. اوكي. نعم. فمشان هيك يعني اول 24-48 ساعه في احتمال انه نحس بهزات ارتداديه، بس هيدا شيء طبيعي. نعم. مدام مارلان، لبنان على خط هذه الزلازل، يعني من فتره طويله. نعم. كانوا عم بحذرونا، ايضا كان في بعض التصريحات الأجنبية أنه متوقع أنه بأيام قليلة يصير في زلزال بهذا المحيط، وأعطيت الأسماء تبع المناطق. هل نحن ما زلنا معرضين لأنه نعيش بلبنان تحديدا هزة أو زلزال أكبر؟ هلأ الجواب على أول قسم من سؤال حضرتك، هو الفارق اللي تحرك هلأ هو الفارق اللي نحن الموجودين عليه، يعني لبنان موجود عليه. نعم. بس تحرك بقسمه الشمالي اللي هو آخره تقريبا تحرك، اللي هو بيصير على الحدود بين سوريا وتركيا. نعم. هلأ نحن ممكن يصير عنا هزات بهالقوة. نعم. بس ما بنقدر نعرف ايمتى. هلا التوقعات اللي صارت وهلا تداول على كثير على وسائل التواصل الاجتماعي انه في خبير اجنبي قال انه كذا، انه بيصير هزه بهالقوه بعد كم يوم او بعد شهر او بعد سنه. التوقعات كلنا متوقعينها. نعم. بس ما حدا بيقدر يقول ايمتى، فهو فيك تجيبي هو ذاته هيدا التكست اللي صار تم التداول في على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحطيه من سنه ومن سنتين بيمشي، وبعد سنه وبعد سنتين بيمشي. هلا صادف انه كان محطوط بهالفتره الزمنيه القريبه من هالهزه، ولكن مش معناتها هو انه متوقع انه بهالفتره بالذات يصير. نعم. انتم ما بتقدروا تتوقعوا وقت معين، او بتقدروا تتوقعوا مارج بين شهور معينه؟ نحن ما يعني مش بس نحن، ولا حدا بيقدر يتوقع بدقة. نعم. بس نحن منقدر نقول انه هو شو التوقع؟ التوقع هو بيصير انه تجي بتدرسي تاريخيا شو صار عندك هزات ارضية وشو الاحتمالات اللي ممكن تصير، وعلى هالاساس بتتوقعي انه معدل حدوث هالهزة القوية هي كل 1000 سنة، 1500 سنة. اوكي. نعم. بس بهي الدراسات دايما بيكون هامش الخطأ عالي، يعني بس قول مثلا هالفالق ممكن يتحرك كل 1500 سنة، حتى لو كانوا هال 1500 إذا بتجمعيهم مع آخر هزة بيسقبوا اليوم. نعم. هامش الخطأ ممكن يكون 200-300 سنة. لو هالقد الفرق كبير. إيه إيه، لأنه مثل كل أي دراسة يعني
ستاتيستيك. نعم. مش عم تجي ببالي كيف شو اسمها بالعربي. احصائية. احصائية. نعم. حسب كمية الداتا بصير عندك دقة، يعني إذا أنت عندك كثير داتا بيكون التوقع تبعك دقيق. في موضوع الهزات الأرضية المدمرة ما بتكون عندك التاريخ كبير، يعني عدد الهزات كبير، عشان هيك بيكون هامش الخطأ عالي. نعم، لأنه بيقولوا بيروت انردمت ومن وراء الزلازل 7 مرات، مشان هيك لما يمكن هيدي الهزة صارت هالقد قوية، وعم حضرتك عم تقولي 400 ل 500 سنة أول مرة يعني هالقد قوية بلبنان، أول شيء بنفكر فيه إذا نحن على خط زلزال أكثر ما هو على خط هزات. ما هو الـ 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 يعني الزلزال والهزات هم مرادفين، بس العالم او الاعلام بيحب يسمي الهزه الكبيره يسميها زلزال والزلزال الصغير يسميه هزه، بس هو يعني ذات الكلمه. يعني نحن يعني عشنا زلزال بنقدر نقول على هالحاله. اذا بدكم انتم تقولوا قديش هذه هزه مدمره، يعني انا ترددت شوي اكتب بالبيان، كتبت هزه ارضيه قويه لما اكتب مدمره، وهي هي مدمره، فاللي صار من دمار ان شاء الله ما يكون في كثير ضحايا، هو لانه الهزه كبيره يعني طبيعي. نعم. هون ما بدي خوف، ما بدي كذا، بس بدي خلي ان شاء الله يكون في حدا من اصحاب القرار بلبنان عم يسمعونا. نعم. اذا هزه بهالقوه ممكن تصير بلبنان باي لحظه، بعيده. نعم. 350 كيلومتر هالقد عملت هلع وهالقد حسيناها قويه، كيف إذا صارت بلبنان؟ إن شاء الله ما بتصير بحياتها. نعم. بس هيدي مثل إنه لازم توعينا شوي إنه نحنا نشتغل شوي على نحضر حالنا لمواجهة الهزة الكبيرة. نعم. يعني أو بتحبوا تسموها زلزال، إن شاء الله. نعم. ما بتصير على حياتنا، بس نحنا كمسؤولين بإدارات رسمية مفروض نلفت النظر، ولكن للأسف نحنا لحالنا بدون إمكانيات مادية وبشرية ما بنقدر يعني نشتغل على التحضير. هلا نحن يعني بدول متطوره بيصير هيك هزات، هلا هي شوي كبيره يعني مش عم بحكي بال 7.8، بس انه ما بيصير في شيء اضرار فيها. ليه؟ لانه بتكون مجهزه حالها من ناحيه القوانين، من ناحيه الاستعدادات لمواجهه الهزه. نعم مدام مارلان، ما بدنا نخوف الناس، بس أكيد بدنا نحطهم يضلوا بالحيطة والحذر. نحن معرضين، يعني تتوقعي قريبا أنه نرجع نعيش اللي عشناه، ارتداد أكبر أو هزة كمان في الأيام المقبلة؟ لا لا، ما بقدر برجع بقول ما بقدر اتوقع. نعم. بس بقول انه اللي صار هزة قوية بدها خلال 24 ولا 48 ساعة ممكن يحدث وراها هزات، نحن كلبنانية عم بحكي هلا عن نطاق لبنان نحس فيها. نعم. اوكي، ولكن ما فينا نتوقع امتى يعني قول انه بده يصير هالهزة بكره، بده يصير هزة بلبنان بكره او بعد بكره او بعد سنة او بعد 10 سنين. نعم. بالنسبة ما بدنا نخوف، ما نعم. بدنا نخوف العالم، إذا بدنا نحس هالهزة بنطاقة وما نروح أبعد من هيك، هزة قوية طبيعي حسينا فيها، تصرفوا العالم بطريقة كتير جيدة، هلأ فيهم يرجعوا على بيوتهم. كهزات ارتدادية ورا هالهزة ما في أي خوف إنه تأثر علينا. نعم، إذا بدنا نرجع للإرشادات، بعض الناس نزلوا على الطرقات مثل ما حضرتك قلتي، وهذا دليل توعية، ولكن في عدد كبير منهم بقيوا تحت البنايات، يعني نزلوا على قدام بيوتهم، وين الخطورة بهذا الموضوع؟ إذا فيك تعطينا إرشادات معينة في هذا الإطار. هيدا فكر كتير هلأ وعيتيني على شغلة ضروري هلأ أحكي فيها، هي أنه مضبوط طلعوا لبرا وهذا تصرف مضبوط. اول شغله بس يطلعوا لبرا ما بدهم يكونوا وقفوا تحت شيء ممكن يوقع عليهم ويأذيهم، لكن يعني بدهم يبعدوا عن الابنيه. شغله كثير مهمه ثاني هو انه في ناس بتركض بتوقف على البحر، يعني بتقرب على الساحل لانه بيعتبروا انه مكشوفه هونيك وما في شيء، هيدا الشيء ما لازم نعمله وقت الهزه، لانه ما بنقدر نعرف، يعني المواطن ما رح يدغري يعرف اذا هالهزه رح ينتج عنا تسونامي ولا لا. معقول كان ينتج عنا هالمره تسونامي؟ ليكي هلا اذا هي الهزه لو بده ينتج عنا تسونامي كان نتج خلص، يعني هلا اللي عم بيتداولوه كمان بهيدا الموضوع
انه جاي تسونامي هذا شيء كثير غلط. نعم. لانه نحن كثير قراب من الهزه، فالتسونامي لو بده يوصل لو بده يصير كان رح يصير بعد عده ثواني ماكسيموم دقيقه. دونك هيدا موضوع خطر التسونامي من هالهزه راح، اوكي؟ نعم. هلا نتج عن هالهزه تغير بارتفاع موج البحر، يعني بمستوى البحر. نعم. نحن للاسف عندنا محطه لقياس مستوى البحر بالبترون، بس اخذها البحر هلا منا شغاله، ولكن بالمناطق القريبه منا يعني عم نحكي قبرص وتركيا سجل يعني تغير ماكسيموم 20 سنتي بمستوى البحر. نعم. اوكي، فهو المعلومات اللي يعني الاكيدين من اكيدين منهم نقدر نوصلهم للمواطنين. نعم. ولكن بس ضروري انه ما بقى يتداولوا هلا انه بعدنا ناطرين تسونامي، خلص لو بده يجي كان اجى الموج بعد ماكسيموم دقيقه من الهزه. نعم. بالنسبة للإرشادات إذا بدنا نرجع، الناس أفضل ما تنزل بالأسانسير، أفضل دغري تطلع لبرا، وإذا كانوا بحي سكني يطلعوا برات هذا الحي. إذا فيك تساعديني بالإرشادات. الإرشادات يعني نعم. الإرشادات العامة اللي بقدر أحكي فيها هي إنه إذا أنتوا ببيتكم وصار حسيتوا بهزة، إذا أنتوا أكيد بطابق الأرض فيكم بخلال ثواني تكونوا برا، أكيد أفضل تطلعوا لبرا دغري، بس تطلعوا لبرا وما توقفوا حد البناية، يعني تهربوا لمحل إذا الله لا يقدر أشط شيء ما يأذيكم. هلا إذا أنتوا ببابنا وبطابق عالي الأفضل ما تتحركوا، لأنه ما عندكم وقت. أول شيء أنا مثلا شخصيا كنت بمنطقة زحلة. نعم. أول شيء وعيت عليها، بعدين دخلت، يعني الهزة بس تكون قوية يفقد الواحد شوي توازن. صحيح. يعني اللي بيقدر يعمله بثواني ما رح يقدر يعمله بثواني خلال الهزة. فإذا نحن بطوابق عالية بندور ببيتنا، وهيدا الشيء مفروض نكون مفكرين فيه قبل الهزة، لأنه كمان بيصير توتر وقت الهزة، ما بيعرف واحد شو بده وين بده يروح. فوين كل واحد بيته عنده مطرح لاطي ما بقدر أنا أقول وين بالتحديد، لأن كل بيت عنده خصوصيته، عندكم فو بلافون، عندكم أي سي، عندكم تابلويات، عندكم ببليوتك. نعم. هو بدنا نهرب منه، بنهرب من الإزاز أكيد، وبنروح على محل يعني إذا قلنا لا يقدر بدها تنزل البناية آخر شيء ممكن ينزل. مشان هيك منقول أكتر على بيت الدرج. ليه؟ لأنه بيت الدرج عادة بيكون من البطون المسلح، يعني آخر شيء بيقشط. هلأ بس تخلص الهزة مفروض نخلي، ساعتها منطلع لبرا. هو العالم بالطوابق العالية. نعم. أوكي؟ نعم. نطلع، لأنه قال لا يقدر بركي إجا وراها هزة أقوى. نعم. كنا نحن حمينا حالنا ومننطر الإرشادات، وهذا الشيء عملوه بعض المواطنين بأنه هلأ ما بعرف أي ساعة طلعوا لبرا، إذا بوقتها ولا بعد منها، بس هذا تصرف صحيح. نعم. أنا بدي أشكرك مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين براكس، شكرا لهذه المعلومات وأيضا الإرشادات والتفاصيل.